بهدف تحقيقها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. عودة للمباشر بمناسبة أداء اليمين تحت قبة باردو، وفي إشارة إلى ما اعتبر وطنيا ودوليا مهزلة تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع واحد من اقتراع 6 أكتوبر. الأستاذ قيس سعيد يقول إن نواب البرلمان الحالي أسقطوا مخططات عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية لتقسيم البلاد إلى مقاطعات. جمعية ضحايا التعذيب في جنان في بلاغ صدر أمس الأحد تقول إن السلطة في تونس تواصل تصفية خصومها السياسيين بعد افتضاح انتخاباتها الفاقدة للمصداقية. 10 سنوات سجنا للأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل السابق على خلفية تدوينة فيسبوكية مزعومة. محور نقاشنا الرئيسي بعد ارتقاء المجاهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقبلا غير مدبر، وهو يهش بعصاه على غنم الأعراب من سلالة خرفان بانيرج، وفيما تحول إلى أسطورة بعد عام من هندسة الطوفان. المقاومة الجهادية من القسام إلى السنوار، أي إضافة في مسارات المقاومة الوطنية لتحرير الأرض والإنسان؟ ارتقاء السنوار نهاية الطوفان أم شعلته المتقدة؟ ما هي الحدود الفاصلة بين الانتصار للمقاومة وبين عدم الوقوع في شراكة طائفية الممزقة للمجتمع والأوطان؟ نقش محاور حلقتنا الجديدة والمباشرة كما قلت مع ضيفنا من تونس، وفي انتظار استواء الصورة ضيفنا الأستاذ لمين البوعزيزي الكاتب والناشط السياسي. أستاذ لمين أهلا وسهلا بكم، ونرجو تفعيل الدوران الآلي للصورة عساها تستوي كما استوت أعرابنا على مواقفه للأسف الشديد. مرحبا أستاذ لمين. مرحبا بحسين، السلام عليكم، تحية ليك، تحية لمرافقيك قناة زيتونة، تحية لمشاهديها أينما كانوا. مساء النور أخي. أهلا وسهلا بكم مسلمين وبكل مشاهدين أينما كانوا داخل تونس وخارجها، يتابعوا فينا على الفيسبوك واليوتيوب مزيد النشر. هات نعلق سريعا على تصريح هو كلمة للسيد الأستاذ قيس سعيد اليوم بمناسبة تنصيبه رئيس لعهدة ثانية. تصريح يعني في الحقيقة هم لم يخرج عن طور يعني المعجم المستعمل سابقا، ولكن أن يقول سعيد بأن نواب البرلمان الحالي يعني قد أسقطوا مخططات عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية لتقسيم البلاد إلى مقاطعات، إلى أي حد هذا الكلام يؤخذ على محمل جد أستاذ على خطورة ما ورد فيه؟ هو أخي حسين هو يعني الخطاب كاملا، أو كما قلتم يعني هذا المقطع في يوم يفترض، ما هو هذا اليوم؟ يعني هو يوم أداء قسم، يعني يوم تحويل حصاد الانتخابات إلى واقع، يوم التوجه، يعني انتهت فيه المناكفات، انتهت فيه أجواء الحملات، رغم أنه ما كان ثم حتى معناها أجواء متحملة انتخابية، أما يعني نتحدث شكليا معناه، ويفترض أنه توجه خطاب إلى الشعب التونسي، لكن لا، نحن لم نجد خطابا موجها إلى الشعب التونسي. نجد يعني رأينا اصطفافا بالعادة، دائما من ينتصر ويصبح في محل معناها رئيس يعني دولة يتوجه إلى معارضيه وإلى أنصاره، يعني إلى كافة الشعب. هل هذا الخطاب كان موجها بمثل هذا الشكل أم تواصل إلى خطاب معارض؟ أيضا الحديث عن الخونة والماسونين والصهاينة والعملاء يعني هذا نجم تكون تعمله أنت معارض، نجم تعمله أنت محلل، واحد ما عندهش معطيات، أما واحد عنده كل الأجهزة اللي تجيب له المعلومة وبنت المعلومة وبنت عم المعلومة ويتحدث بهذا الشكل العام، يعني في نهاية الأمر يعني لا وجود لنية لمعناها تحويل هذه الكلمات إلى واقع، هي مجرد حملات للاغتيال السياسي، يعني ليس إلا مواصلة في الاغتيال، مواصلة في الشيطنة، مواصلة في الترضيل. أنا بالنسبة لي
بقيت لي عقدة وإحساس وحيد بالذنب. الأسرى خارج يعني داخل الزنازين خارج القانون وبدون أي ملفات وبدون أي محاكمات. خارج ذلك يعني مش أقول لك ما عاد يعنيني، لكن إذا كان هذا الرضا، هناك شاعر قال إذا كان غير عمري كان خرابك مني، يعني إذا 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 ثمت فعلا توهم وضع من الرضا فليعيشوا التجربة، معناها فليعيشوا التجربة. هل قادر هذه السنوات الخمس، هل قادر خطاب التعبئة والشيطنة والترذيل على معناها إجابة الناس؟ الناس سيسألونك في لحظة ما كنت يعني ربما ما عندكش الصلاحيات الكاملة، نعم، لتفعل ما تريد. الآن عندك كل الصلاحيات وما زلت التوانسة يقولوا يتكلم بالأخرى أو يتكلم بالغاز، معناها يعني إذا كان عندك كل الأجهزة تجيب لك كما قلت لك المعلومة، بنت المعلومة وبنت عمها، وتحكي بالخونة والمصونيين، هذه جمل إنشائية معناها. إذا كان عندك ناس أجرموا وثم محاكم ويتعدوا هات ملفاتهم، عندك ناس يقاربوا العامين توم عندهم حتى ملف، هكذا السادة المحامين يقولوا أنه ما ثم حتى أدنى تهمة يعني ومحطوطين في المحكمة. إيه إذا كان خونة هالتهم الكبيرة وتقسيم الوطن والاحتراب و هات ملفات وحاكم الناس ومرحبا. معناها في غيبة هذا إذا كان نعتبره خطاب تعبوي لشد الناس، الناس يسمعوك المرة الأولى والثانية والثالثة، بعض ما عادش يسمعوك، يقول لما يخرج ما عادش يجد معناها حاجياته اليومية. اليوم ريت أنا ريت شيطنة للعشرية وريت شيطنة حتى لفترة بن علي. لا لا صاحبي، ما فترة بن علي كانت غايبة فيها الحريات، لكن فيها خبز الناس، الناس ما جاعوش معناها. العشرية ما جيب لي شكون جاع وجيب لي شكون تقمع، اليوم جيب لي شكون شبعان وجيب لي شكون عنده الحرية. يعني تقريبا كنا خبز دون حريات، وصلت فترة فيه خبز وحريات، وصلت فترة ما فيهاش لا خبز لا حريات. خطاب الشيطنة والترذيل هذا ما لا أعتقد أنه سيواصل يقنع الناس. يسمعوك المرة الأولى والثانية وجو من الشماتة والاستباحة، وين تشوف مواقع التواصل الاجتماعي، وين يسمعوك واحد تربط في الحبس تشوف كان سمايلات بتاع الضحك والشماتة وكذا من اي جيد جدا. الشعبوية أول ما تفعل يعني تخوض حرب، يسقط الأحزاب، تسقط المثقفين، وتسقط النقابات، وتسقط كذا. هذا شفناه عام 54 في مصر لما صار انقلاب السيء السمعة اللي ولا قدوة معناها. يعني معناها هتف الناس بكل ذلك، قالوا يسقط الأحزاب، تسقط الحريات، وتسقط النخب. تواصل هذا الخطاب الشعب يا سيدي، سقطت النخب وسقطت الأحزاب وسقطت النقابات وسقط كل شيء غير عمرها. ما نجمش نقول أكثر من هذا، تفضل عمرها. هو تعريج على الحديث عن السجناء، نذكر ببلاغ جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، لأنه صدر حكم ابتدائي من دائرة جنائية على الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل السابق 10 سنوات، وكانت لجنة الدفاع على الأستاذ البحيري كذلك صدرت بلاغ يوم الجمعة أعتقد أو السبت، يقولوا أنه 10 سنوات. شنو التهمة؟ ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية تدوينة وهمية فشل الادعاء العام في إثباتها. وكان حتى صدر بلاغ أو بيان من منظمة العفو الدولية سابقا وقال أنه يحاكم بتهم كيدية وفارغة. هذا منظمة العفو الدولية قبل أن نأتي إلى بلاغ وزير سابق يمثل محاكم بتهم زائف. هذا التاريخ 13 مايرة أبدأ الدائرة الجنائية محكمة التعقيب في تونس العاصمة تحت لائحة اتهام ضد وزير العدل السابق والقيادة البارز وحزب النهضة وزير البحيري، الذي سوف يحاكم بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة بموجب فصل 72 من المجلة الجزائية. 10 سنوات على تدوينة لم تثبت. وأتى البلاغ كما قلت، بلاغ جمعية ضحايا التعذيب في جنيف على ملابسات اختطافه من منزله وحتى تخلع كتفه، وقاد التحقيق في لقاف مع طهش الإذن، إلا أنه إدارة السجن هي رفضت باش تقبله، رفضت تحمل مسؤولية، وعند ذاك يعني سمح له بإجراء عملية دامت أكثر من ساعة على كتفه متاعه. وهذا يعطي صورة. فخلنا نرجع لخطاب